دين شرع دين الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أقف وقفة ثانية في الجزء الثاني من سورة محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن نتفيأ ظلال هذه الذكرى المباركة العطرة، ونحن في شهره عليه الصلاة والسلام، شهر ربيع الأول، هو شهر النبي عليه السلام بامتياز. لو أننا نجتمع كل يوم ونتحدث في كل لحظة من هذا الشهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وفيناه حقه، ولما كنا قد أكثرنا في ذلك، لأن هذا الشهر فيه ولد النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أكرم ببدايات الوحي الأول، وفيه أيضا هاجر إلى المدينة المنورة، بل وفيه أيضا توفي عليه الصلاة والسلام. أقف مع هذه الحالة النبوية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل بيان أن هذا الدين الذي جاء به، وأن هذه التعليقات القرآنية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم تعطي الدليل الأكبر على أن هذا القرآن لم ينزل لمعالجة قضايا محلية كما يقول البعض، ولا نزل لمعالجة قضايا راهنة وقتية في بلدة معينة وفي زمن معين قبل 14 قرنا، وإنما القرآن الكريم تنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعالج قضايا البشرية إلى قيام الساعة. تقرؤون الآيات القرآنية فتشعرون وكأنها تناقش قضايانا الراهنة. بحثت كثيرا لمعالجة ما يروج في ساحة الناس اليوم من نقاشات حول الشريعة وحول النظرة للدين وحول التهكم الذي يوجهه البعض لنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، فما وجدت جوابا أوفى مثل الجواب الذي جاء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. في شقها الأول تتناول الصراعات المريرة التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية، عندما يقول الله عز وجل في بداية الصورة دون مقدمات مباشرة: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقد وقفت مع هذا الشق الأول في الخطبة الماضية. في الشق الثاني يتناول المرحلة المدنية، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يجد الطريق أمامه مفروشة بالورود والأزهار،
ولا وجدها معطرة ومزينة بالفرش والنمارق، وإنما وجد أمامه معارضة شديدة، وجد أمامه معارضة لا تحتكم إلى عقل ولا تحتكم إلى منطق ولا تحتكم إلى مصلحة، وإنما معارضة للشريعة من أجل المعارضة، لأنهم يرون أن محمداً صلى الله عليه وسلم ليس مؤهلاً في نظرهم لأن يكون هو النبي، بل لأنهم، وهذا المنطق هو السائد في كل أصقاع الأرض خاصة في البلدان المتخلفة، لا يرون أن قيمة الإنسان بما حصله من علم، ولا أن قيمة الإنسان باستواء الخلق، ولا أن قيمة الإنسان بنظافة اليد، وإنما يرون أنهم هم الأحق بالهيمنة، وهم الأحق بالحكم، وهم الأحق بالتوجيه، حتى لو لم يكن لهم ما يوجهون به. لذلك انظروا إلى هذه المقارنة القرآنية، أفمن كان على بينة من ربه، خطاب كما يقول بعض المفسرين، لو رجعتم لتفاسير العلماء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، يكادون يجمعون على أنها أقوى سورة من سور القرآن الكريم من حيث الخطاب، أي لهجتها قوية شديدة، ليس فيها مجاملات ولا شيء، وإنما كلام صريح يقول لك هل البرنامج المبني على القرآن المبني على النظرة الربانية والمعالجة الإلهية للأمور كالبرنامج الذي يتبع أهواء الناس؟ أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ هنالك أهواء إذن، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هنالك اتجاهان يتناطحان منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وسيبقيان، بل إن هذا الصراع بين هذين المنهجين قديم قبل محمد عليه السلام، منذ أن بعث نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ومكث في قومه 950 عاما يدعوهم إلى الله ويبين لهم حقائق الشريعة، وجد في قومه من يسخر منه ومن يستهزئ منه. لاحظوا كيف يتفكه وكيف يتعامل اللادينيون أو المعادون للشريعة، كيف يتعاملون مع المؤمنين، ينظرون إليهم نظرة تهكمية، حتى في طريقة النظر تشعر بأن هذا الإنسان فعلا متهكم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين، من جعلك حافظا على الناس؟ من أعطاك صلاحية إحقاق الحق وإبطال الباطل؟ لا تعتمد على دين ولا على شريعة ولا على قرآن، وإنما تعتمد على هوى. انظروا إلى الآية كم هي صريحة في تصنيف المجتمع إلى متبع وإلى مبتدع، إلى من يتبع ما أنزل الله وإلى من يكره. لاحظوا هذه الصورة هي التي قالت ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هنالك كراهية، هنالك حقد، هنالك نظرة اشمئزازية من الشريعة ومن كل ما له علاقة بالشريعة. لاحظتم كيف أن القرآن لا يعالج قضية معارضة فقط في عهد النبي عليه السلام، لأن المعارضة كانت تتخذ أشكالا وألوانا، لكن القرآن إنما يذكر ما هو ثابت في حق هؤلاء المعادين المعاندين للشريعة، في أنهم همهم أن يبطلوا الشريعة، همهم أن لا يحكم شرع الله، همهم أن تترك الشريعة في كتب أو في بطون الكتب. لذلك الله عز وجل يطرح لك هذه المقارنة، أفمن كان على بينة من ربه، ليس على بينة من نفسه، لأن أصحاب الاتجاه الشرعي، الدفاع هنا عن الشريعة ليس عن تيار ولا عن فئة ولا عن أي شخص كان، إنما الدفاع عن الشريعة. وهذا المنبر من أول يوم أسس إنما أسس للدفاع عن الشريعة الإسلامية،
لا للدفاع عن زيد ولا عن عمرو من الناس. لذلك فالقرآن يقول: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. يبين لك القرآن الكريم شيئا من نفسيات هؤلاء، شيئا من نفسيات الذين كانوا يعاندون الشريعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنفسيات لا تختلف. بالمناسبة هنالك أحد العلماء كتب كتابا جميلا جدا سماه من علم النفس القرآني، من علم هذا الطبيب دكتور ألف مجموعة من الكتب العلمية التي لها علاقة بإشارات قرآنية، ألف كتابا في من علم الطب القرآني، من علم الفلك القرآني، من علم الأرض القرآني، ومن علم النفس القرآني. لو قرأتموه لوجدتم فيه شيئا نفيسا جدا، كيف أن القرآن الكريم يحلل نفسيات الناس. لاحظوا هذه الآية في سورة محمد في شأن المعاندين للشريعة: ومنهم من يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا. لاحظوا هذه العقلية، لاحظوا هذه الشخصية الازدواجية حقيقة. ازدواجية الشخصية ليست هي التي يعاني منها المسلم. المسلم واضح، المسلم يرغب في شرع الله، يحب شرع الله، يحب ما أنزل الله، ويرغب في تطبيق ما أنزل الله. الأمر عنده واضح. لكن المشكل مشكل الذي في قلبه مرض، كما جاء في هذه الصورة الكريمة، أنه إنسان ازدواجي، فهو يحضر حتى جلسات المؤمنين أحيانا. كان عبد الله بن أبي بن سلول، وهو أخطر المنافقين ورأسهم على الإطلاق، كان يحرص على أن يأتي لحضور الصلاة مع الناس أحيانا، ليس من أجل أن يستفيد فقلبه فارغ من الإيمان، بل إنه لا يعير للصلاة اهتماما، وإنما يريد أن يعرف ما الذي يروج وماذا سيقول هؤلاء، حتى إذا ما أخطأوا في خطأ كما قال الشاعر: إن يسمعوا هفوة طاروا بها فرحا مني، وما علموا من صالح دفنوا. وحتى إذا لم يسمعوا الهفوة فإنهم يجعلون الصواب خطأ، لكن قلوبهم غير حاضرة. ومنهم من يستمع إليك، أي يحضر مجالسك يا محمد، ويستمع إلى كلامك، ويستمع إلى قرآنك، لكنه حاضر جسدا، أما قلبه الذي يعي ما يقال ويحفظ ما يسمع ويطبق ما يقال له، فإن القلب غير حاضر. ولذلك الله عز وجل يعلق على هذه الشخصية فيقول سبحانه: ومنهم من يستمع. ولاحظوا أنه لم يقل يسمع، يتمظهر بأنه يصغي جيدا وكأنه يستمع استماعا جيدا، ولكنه لا ينفذ شيء إلى قلبه، لأنه ما همه أن يستفيد، وإنما يتمظهر بمظهر الذين يحضرون مجالس الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم. الذين أوتوا العلم كانوا حاضرين قلبا وقالبا، كانوا حاضرين جثة وعقلا، فيستمعون ويستفيدون. أما الذين في قلوبهم مرض فإنما كانوا حاضرين جثة، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. دائما القضية مرتبطة بالأهواء، لأنهم حتى إذا حضروا مجالس العلم، حتى إذا استمعوا إلى الرأي أو الموقف الشرعي، فإنهم لا يستمعونه بقصد الاقتناع. ولذلك كان أحد علمائنا يقول: ما جادلت عالما إلا غلبته، ولا جادلت جاهلا إلا غلبني. لأن العالم تناقشه فتأخذ منه وتعطيه، وتصلان إلى حل وإلى نقطة سواء. أما الجاهل الغبي فإنك تناقشه، ولكن عندما تتحدث أنت فإنه لا يستمع، إنما يفكر في كيفية الرد أو فيما يقوله ردا على كلامك، أما أن يتأمل في كلامك فلا. لذلك القرآن يدعو الناس إلى التأمل وإلى التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لابد من التدبر. أيها المعادون للشريعة، أيها المعاندون لدين الله، أعطوا أنفسكم فرصة التعرف على كتاب الله،
والله وأحلف جازما إن هؤلاء لا يعرفون شيئا عما جاء في القرآن الكريم. لو أنهم تواضعوا وجلسوا لدراسة القرآن الكريم دراسة حقيقية والله لما عادوه ولا عاندوه. ولذلك تجد الواحد منهم أو الواحدة منهم لا تستقيم الآية على لسانها، قيل لها إن الله تعالى يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فإذا بها تريد أن تقرأ الآية فتقلبها رأسا على عقب، لأنها إنما سمعت بها، سمعت من يقول بهذه الآية، وكأنه المنطق منطق الذين يقولون للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. أعط لنفسك الفرص، لنفسك الفرصة لتقرأ كتاب الله مباشرة، اقرأ القرآن والقرآن بين يديك مبذول، إذا كنت عالما باللغة فهو مبذول لك دون تفسير، وإذا كنت محتاجا إلى التفسير فتواضع وخذ كتاب الله وتدبر فيه وتأمل، وآنئذ بالتأكيد ستقتنع، لأن البعض عندما يقال له الكلام لا أقول أنا لست مقتنعا، أنا لا أقتنع بهذا، كيف؟ كيف لا تقتنع؟ ثم بعد ذلك تقول إنك مسلم لا تقتنع بحكم الله، هذا ليس رأيا لزيد ولا لعمر، هذا ليس تشريع مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة ولا أحمد، ومع ذلك رضي الله عنهم، ومع ذلك تجد الإنسان ينطق هكذا بكل وضوح، ثم بعد ذلك يقول لا أحد من حقه أن يخرجني من الإسلام. طيب، لا أحد من حقه أن يخرجك من الإسلام، والتكفير ليس حلا إسلاميا أبدا أبدا، لأن الإسلام يرغب في الناس أن يبقوا في الدين وأن يبقوا في الإسلام، ولا يرضى لأحد أن يكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. لكن هذه الشريعة لها حدود، هذه الشريعة لها ضوابط، لها التزامات لا بد من استيفائها. إن الأحزاب السياسية في كل أصقاع العالم تتخذ لنفسها قوانين وتلزم من أراد أن ينتمي إليها بأن ينحني أمام هذه القوانين، وإذا خالف قوانين الحزب أو عارضها فإنه يطرد. فشرع الله ليس كلأً مباحاً للجميع، لا، لذلك لابد للناس أن يعرفوا ما يقولون، لابد أن يضبطوا عباراتهم، لا يمكن أن تقول أنا لست مقتنعاً بحكم الله. ومتى تقتنع؟ إذا كنت تسأل من أجل أن تعرف فتأمل القرآن، أفلا يتدبرون القرآن؟ ثم مسألة أخرى، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم متى يعرف المعادون للشريعة؟ متى يعرفون؟ يعرفون في إجابة القرآن الكريم في سورة محمد صلى الله عليه وسلم عندما يدعون إلى أمر كبير. لو أننا احتجنا إلى مال مثلا من أجل بناء مؤسسات أو شيء من هذا القبيل، وقلنا إن الواجب أن ينفق كل نسبة مما لديه، دعك من الزكاة الواجبة شرعا، أو لو أن البلد تعرضت لا قدر الله لعدو خارجي من طرف مستعمر يحتل الأرض وينتهك العرض، من الذي يتقدم لمواجهة الأخطار؟ إن المؤمنين الصادقين الذين يؤمنون بالآخرة والذين يؤمنون بالشهادة والذين يعرفون ما أعد الله للمتقين هم الذين ينطلقون، أما الآخرون فإنهم يؤمنون بهذه الحياة، فكيف يفرطون بهذه الحياة من أجل ما لا يؤمنون به أصلا، أو من أجل ما لديهم فيه شك، أو لديهم فيه سوء تصور على الأقل، على الأقل حتى إذا كانوا يؤمنون باليوم الآخر. اقرأوا الآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، لولا نزلت سورة. المؤمنون ينتظرون أحكام الله بشغف، ينتظرون أن تنزل عليهم الأحكام من أجل التطبيق، والآخرون يجدون الأحكام جاهزة ويتمردون على تطبيقها، شتان بين الفريقين. لذلك هؤلاء يقولون لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة، لاحظوا الحديث عن الآيات المحكمات أي الواضحة التي لا تحتمل شيئا آخر، لأن هؤلاء المعادين للشريعة يغالطون الشباب، يقولون نحن لا نناقش النصوص القرآنية وإنما نتناقش في فهم النصوص القرآنية. جيد،
أعطني مثالا، أعطني، هل الواحد زائد واحد يساوي اثنين يحتاج إلى أن نختلف في فهمه؟ ربما احتجنا إلى أن نختلف في كيفية بناء عمارة، هذا يقول نحتاج إلى تصميم بهذا الشكل، وهذا يرى أن يقدم تقدم حجرة الأضياف إلى الأمام، وهذا يرى أن تكون فوق، لكن أن نختلف في الرياضيات لا، أن نختلف في المسائل الحاسمة لا. لذلك القرآن يتحدث عن الآية المحكمة، عندك آية محكمة للذكر مثل حظ الأنثيين في الأولاد، في الأولاد، إما أن تقول سمعنا وأطعنا، وإما أن تقول سمعنا وعصينا، لا تحتمل رأيا آخر، هذا هو النص عند علماء الأصول. النص ليس بمعنى الكلام، أو نقول النص الأدبي والنص القرآني، لا، النص بمعنى الكلام الذي لا يحتمل إلا فهما واحدا. والفقهاء والأصوليون يتحدثون عن الأعداد مثلا، العدد الثلاثة لا تحتمل أن تكون ثلاثة ونصف أو أربعة وهكذا. فلذلك القرآن يتحدث عن هؤلاء أنهم المؤمنون يقولون لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة أي واضحة لا غبار عليها وذكر فيها القتال، هذا شيء لا يطاق، وذكر فيها القتال، نعم، لأنه أحيانا يطلب من المسلم أن يضحي بنفسه من أجل الأمة، من أجل الجماعة. عندما غزتنا فرنسا ونحن نحتفل غدا بالذكرى 70 سنة من وثيقة المطالبة بالاستقلال، عندما غزت فرنسا بلاد المغرب، وقبل ذلك غزت الجزائر، والمستعمر الأوروبي وزع بلاد المسلمين كأنها كعكة تقسم من أجل النيل من خيراتها، كانت الأمة مطالبة بأن تقاتل، كانت مطالبة بأن تدافع وتدفع عنها شر هذا المستعمر اللئيم البغيض. لكن من ينطلق لمدافعة العدو؟ هل الذي في قلبه شك في الآخرة ينطلق؟ أبدا. هل الذي يضعف إيمانه بالله واليوم الآخر ينطلق؟ إنما ينطلق الذين ذكرهم الله في سورة التوبة في قوله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. أما الذي في قلبه مرض كيف يمكنه أن ينطلق؟ الذي في قلبه مرض صوره القرآن في اللحظات الحرجة في صورة غريبة جدا يمكن أن ترسم كاريكاتوريا بصورة مضحكة، اقرأوا الآية القرآنية، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. صورة بشعة، صورة غريبة، المؤمنون حمزة، علي ابن أبي طالب، أبو بكر، عمر، عثمان، سعد، سعيد، طلحة، الزبير، هؤلاء وأمثالهم كانوا عندما يسمعون من ينادي للدفاع عن حوزة الإسلام والمسلمين يفرحون بذلك، بل تعرفون أنهم في غزوة أحد الشباب هم الذين اتخذوا القرار بالخروج للعدو لملاقاتهم. لماذا اتخذوا القرار؟ لولا أنهم كانوا يؤمنون بأن ما ينتظرهم في الآخرة أفضل من دنياهم التي هم عليها. بينما هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. هل لاحظتم الإنسان عندما يكون في حالة الاحتضار وهو يموت وتشخص عيناه وينظر في من حوله؟ لعل بعضكم لاحظ أو شاهد هذه الصورة، كيف أن هذا المغشي عليه من الموت يكون في حالة من الاضطراب وفي حالة من الترقب وفي حالة من الخوف، سيغادر الحياة، سيقبل على الآخرة، إذا كان يؤمن بها يفكر هل كاف رصيده الذي قدمه في الآخرة لنجاته، إذا كان قد قدم إساءات فهو يتخوف على أن يحاسب على هذه، فهو في حالة يعني نفسية ليست بتلك الحالة. لذلك رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. وفي سورة الأحزاب أعطى صورة أخرى قريبة منها، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك
نظر المغشي عليه من الموت، وفي آية أخرى يتحدث عن نظرة أخرى قريبة من هذه، فهم يعني يتلوون ولا يجدون جوابا ولا يدركون كلاما كيف يتكلمون. لذلك يطرح القرآن هذه القضايا من أجل أن نعرف أن المشكلة ليست في محمد صلى الله عليه وسلم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إنما الإشكال والمواجهة هو شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء الناس بديانة أخرى ليس فيها شيء من تحريم الزنا والفساد، ليس فيها شيء مما تدعو إليه الأهواء من شرب الخمور والمحرمات والحشيشة، لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بديانة تشبه ما عليه النصارى اليوم من ترك الناس في الحياة يهيمون كما يفعلون، يدخلون الكنيسة يوم الأحد إذا شاءوا ويذكرون أذكارا ويدعون بأدعية ثم يغادرون، من يغادر في يوم الأحد يذهب إلى الكنيسة، وفي مساء الأحد يذهب إلى الخمارة ثم إلى العلب الليلية يمارس حياته بالمحرمات كما يشاء، لما وجد صلى الله عليه وسلم من يعارضه. أما وقد جاء بشريعة شاملة لكل حياة الإنسان فإنه وجد عليه الصلاة والسلام هذه المعارضة الشديدة، والتي تنم عن حقد دفين وعن كراهية حقيقية. القرآن يتحدث عن الكراهية، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ما تزال في هذه الصورة وقفة أخيرة أرجئها للقاء آخر بحول الله عز وجل. أقول قولي هذا أيها الإخوة، وأستغفر الله لي ولكم، فادعوه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، نحن إذن كما ذكرت سابقًا في هذه الأيام نحيي ذكرياتنا، وما أحوج شبابنا إلى أن يعرفوا تاريخهم وإلى أن يعرفوا ما مضى من تاريخ أمتهم حتى نعرف الواقع. وإذا عرفنا الماضي وعرفنا الواقع الذي نعيشه يمكننا أن نتنبأ بما سيحصل في المستقبل. ماضي هذه الأمة مشرق، فيه نعم نقط سوداء، فيه اختلالات، وليس في تاريخ أمة أبدا أنه كله أبيض ناصع، لكن تاريخ أمتنا والحمد لله عموما مشرف. تاريخ أمتنا والحمد لله تاريخ العلوم، تاريخ الأنوار، تاريخ الثقافة، قبل أن تتثقف الأمم، قبل أن يتحدث الناس عن العلوم وعن الجامعات وعن الثقافة، كانت عندنا الثقافة ولكن بالمفهوم الصحيح. الثقافة اليوم تكاد تنحصر في كل ما هو لهو وعبث وعري ومجون، لكن الثقافة التي أذكرها والتي يتحدث عنها علماؤنا هي الثقافة المعرفية العلمية الحضارية الحقيقية. لذلك من تاريخ أمتنا قبل 70 عاما أن الجميع كان يؤمن بضرورة جلاء المستعمر. الذي كان يؤمن بجلائه بالقوة كان يدافع في رؤوس الجبال وفي الصحاري ويقاتل ويضحي بنفسه من أجل طرد المستعمر. والسياسيون أيضا اجتمعوا ووضعوا وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير، والهدف الذي يجمع الفريقين معا، الذي يجمع السياسيين والذي يجمع أيضا المجاهدين الذين دافعوا بأنفسهم وضحوا بأرواحهم، هو أن ينجلي هذا المستعمر. والسبب واضح، لو كان هذا المستعمر جاءنا ببناء الطرقات وإدخال الأدوات الحديثة والتكنولوجيا المعاصرة، هل كان أحد سيرفضه؟ لا، إنما رفض لأنه طعن في مقدسات الأمة، إنما رفض لأنه أغلق المعاهد الشرعية والمدارس والجامعات الإسلامية كالقرويين، إنما رفض لأنه جاء بأحكام قضائية تتناقض مع شريعة الأمة، والأمة قد ارتضت الشريعة الإسلامية دينا قبل ذلك 13 قرنا. لذلك 1912 بالنسبة
للمؤمنين بالشريعة عام مشؤوم، لأنه عام الاحتلال الفرنسي لنا، لكنه بالنسبة لأناس آخرين عام ممجد. نعم، بالنسبة لأناس آخرين تحدثوا عن تمجيد هذا العام، وأننا ما عرفنا الحضارة ولا عرفنا التقدم إلا في عام 1912. نحن بالنسبة لنا شكل هذا العام أسوأ الأعوام على الإطلاق في تاريخنا، وما تحررنا وما عرفنا حقا حقيقتنا إلا بعد أن نلنا الاستقلال. فالاستقلال نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، لا يعرفها إلا من فقدها، خاصة إذا عاش الناس في ظل الاستقلال على ما يرتضونه لأنفسهم، على ما ترتضيه الأغلبية حتى بالأسلوب الديمقراطي، ما ترغب فيه الأغلبية. أما أن تحكم الأغلبية بشريعة الأقلية بما يرغب فيه أنفار من الناس، فهذا ليس منطقا، لا شرعيا ولا عقليا ولا ديمقراطيا ولا في أي اتجاه. فلذلك نسأل الله تعالى أن يتغمد برحمته الواسعة كل الذين جاهدوا والذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم وراحتهم من أجل الشريعة ومن أجل هذا الوطن، من أجل أن يعيش مستقلا حرا أبيا أمام الناس. اللهم ارحم شهداء الأبرار، اللهم ارحم شهداء المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، خصوصا قائد هذه البلدة في ذلك الوقت الملك محمدا الخامس رحمه الله، وولي عهده آنذاك الحسن الثاني، ووريث سرهما محمدا السادس. نسأل الله تعالى أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، نسأل الله تعالى أن يريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. قبل الختم أيضا أيها الإخوة، لابد أن أشير إلى أن إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تستخلص ما يتعلق بالأموال التي تدفع لأداء فريضة الحج، ستستخلص خلال هذه الأسابيع. لذلك لابد من السؤال لمن يهمهم الأمر لأداء فريضة الحج لهذا العام أن يقصدوا الجهات التي حدثوا بها لأداء هذه المصاريف، مصاريف الحج. فنسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. ولا تنسوا بعض إخوانكم يلتمسون منكم الدعاء لهم، بعض الأخوات يلتمسون منكم الدعاء لهن بقضاء الحاجات وشفاء الأمراض. اللهم اشف أمراضهن وأمراض المسلمين، اللهم اقض حوائجهن وحوائج المحتاجين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اكشف الهم عن المهمومين، وأد الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا مريعا صحا غدقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم على رؤوس الجبال والآكام يا أرحم الراحمين نسألك اللهم أن تغيثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احقن دماء المسلمين في بلاد الشام، واحقن دماء المسلمين في مصر وفي كل بلاد الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارمي الظالمين بالظالمين، وأخرج الأبرياء من بينهم سالمين.